مساء الخير من تلفزيون لبنان، منحييكن ومندعيكن لمتابعة حلقة جديدة من برنامج أمن حالك، البرنامج الأول من نوعه بنشر ثقافة التأمين بلبنان والعالم العربي. طرق التواصل معنا أكيد عم تمرق بأسفل الشاشة، ونحن دايما جاهزين لأي استشارة أو سؤال أو استفسار على مدار الأسبوع. وجود ضيوف من النساء ببرنامج أمن حالك كان قليل، بالرغم من أنه المرأة لها وجود فعال بقطاع التأمين. يمكن تقصير من البرنامج أو أنه نسبة النساء اللي بيتولوا مناصب مصنفة كوادر عليا قليلة مقارنة بالرجال. وأيضاً المرأة تقوم إجمالاً بالمهن الإدارية والاختصاصية. اليوم رح نعود بحلقة الليلة ويكون معنا ضيفة مميزة جداً وفعالة بقطاع التأمين. أكيد ضيفتنا السيدة سهى البساط، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة مينز إنشورنس. تحياتنا لإليك. ميرسي. وصور مساء الخير لكم كمان. يعني نحن مثل ما قلنا يمكن اليوم بنعوض بهالحلقة بوجودك معنا. مثل ما قلنا يمكن قليل من النساء يتولوا مناصب عليا بشركات التأمين، ولكن هن دائما موجودين وفعالين بالشركات. طبعا. شو رأيك بالموضوع؟ هلا أول شيء يا ريت أقدر أكون قادرة أعوض أو مثل كل هالنساء الفاعلات اللي بالقطاع، اللي هن حقيقة مميزات جدا يعني. نعم. برأيي أنا المرأة بس تستلم بوست معين بتلمع، يعني لما تلمع بتلمع، ما بتلمع عادي، ما في شك. أي بقى مشان هيك صحيح دورهم كتير فاعل بقطاع التأمين، عددهم يعني منصف المرأة بهالقطاع، إن شاء الله تكون الأشياء تانية لحسن الحظ يعني غير ما هيك مقارنة بغير قطاع. الكوادر العليا يعني هيدا حسب مبلا، في كتير كوادر حسب أحجام الشركات. نعم. الشركات اللي كتير كبيرة بيبقوا يعني مدراء ديبارتمنتس معينين، يمكن مش ما بيوصلوا للإدارة العامة. بالشركات اللي أصغر مثل الشركة اللي أنا جاي منها ممكن يكون عندها شانس إنها تكون مدير عام. يعني إن شاء الله أكيد اليوم بهالحلقة نقدر نضوي كتير على دور المرأة بقطاع التأمين، اللي هو عنوان حلقتنا المرأة والتأمين. بس قبل خلينا نشوف شوية إحصاءات عن دور المرأة بقطاع العمل ككل بلبنان، ونرجع نحكي عن المرأة بقطاع التأمين. 25% فقط من الفئة العاملة بلبنان هن من النساء، بالرغم من تساوي النسب بين النساء والرجال المقيمين على الأراضي اللبنانية. وايضا المراه بتتفوق على الرجال، باكيد انه بتوصل لشهادات عليا. يعني على الرغم من انه النساء هن قد الرجال بلبنان عددهم، ولكن المراه العامله بس 25%. برايك شو السبب هون؟ خلينا نروح بوينت باي بوينت. يعني شو سبب انه 25% فقط من النساء عاملات؟ نعم، ورغم انه عندهم شهادات اكثر من الرجال. بعتقد الاسباب اجتماعيه اولا، يعني بعض المفاهيم عندنا شقفه كبيره من لبنان، نحن بعد في تحفظ شوي على عمل المراه لبعض العقليات مش كلها. بعتقد الشق الثاني له علاقه بانه اوقات ما بتكون الفرص متساويه، يعني لنفس المركز، مش عم بحكي بس بلبنان، بلبنان. نعم. وبكل العالم هي شغلة معروفة. طبيعي. لنفس المركز بيبقى محلات في أفضلية للرجال، أو إذا الرجال مسكوا مركز معين بيكون في التقديمات أفضل. وفكرة أنه النساء اللي بيبلشوا بكير يأسسوا عيلة، وعنا سن الزواج نسبياً مبكر. نعم. قليل النساء اللي بيعملوا مثل ما أنا مثلاً عملت، بيبلشوا بالعيلة وبيرجعوا بيقرروا يشتغلوا. يعني في ناس بيلاقوا متأخر الوقت. نعم. أو بيبلشوا بالشغل وبيرجعوا لما يقعدوا مع العيلة بيلاقوا هالقعدة الطويلة بالبيت بيقدر. بعتقد هيدا هي لوكس يعني لما يكونوا قادرين يتمتعوا فيه. نعم، لأنه حسب ما نشوف هلأ كمان بالأرقام، يعني النسبة الأعلى لعمل النساء بتوصل أكتر شيء ل 42.6% اللي بتقتصر على الفئة العمرية المتراوحة بين ال 25 و 29 سنة. مثل ما حضرتك ذكرت بتوصل ل 29 بتبلش بتأسيس العائلة، يمكن من وراء هيدا الموضوع. صح، في كتير بعد ما يوقفوا بهالسن 4 5 6 7 سنين ما. نعم. بيعودوا أو بيلاقوا صعبة أنهم يرجعوا. هي صعبة، هي الوقفة والرجعة صعبة. أنا بلكي عن تجربة. نعم. يعني أنا بلشت وقفت ورجعت، لما ترجع بترجع كأنك مخرج جديد، يعني منك بتتعودي كمان من أول جديد على نمط العمل، فما بتكون هاي. نعم، لأنه كمان هون بالأرقام الرجل المتزوج يحظى بفرصة أعلى للحصول على وظيفة، وبتنقلب المعادلة عند النساء المتزوجات اللي بتنخفض فرص عملهم حتى 34.1% مقابل 58.7% للمرأة الغير متزوجة.
يعني مثل ما كل الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها إنه منها هي أسباب. بعدين كتير أوقات بيتعرفوا على بعض بدومين الشغل، يعني بيتعرفوا على بعض بالشغل، وأكترية الشركات سياستهم إنه ما بيوصفوا، ما بيسمحوا شخصين إنه شخصين مزواجين يكونوا موجودين، فبتقرر المرأة يمكن تنسحب لأنه الزوج هو اللي مسؤول مبدئيا، يعني أنه يكفي الاهتمام. بعتقد هلأ هون يمكن في شيء رح يزعجك، تتقاضى المرأة العاملة أقل، أي ما يوازي 75% من المعاش اللي بيتقاضاه الرجال بالوظيفة والشروط نفسها. مزبوط، مش بس عنا، بكل العالم. بكل العالم معروفة هي شغلة، أنه على طول فيها التمييز الصغير، والنساء لأنه فترة طويلة، أنا مني من دعاة انه بدي دافع، انا بعتقد ان النساء يعني عم يثبتوا نفسهم، مش عايزين يحكوا كثير لانه افعالهم عم تثبت انهم فعالات جدا على الارض. النساء قبلوا باول فتره حتى يفوتوا على دومين معين، قبلوا باقل، فمشيت هاي الشغله. بعتقد شوي شوي بنوصل، اللي بيصبر بيوصل. وعدتينا يعني بانتفاضه. اكيد لازم. لكن مثل ما ذكرنا بقطاع التامين، يعني دور المراه فعال جدا، وفي مناصفه بين الرجل والمراه، وحسب اخر احصاءات للاكال هي انعملت تقريبا من 3 سنين، اليوم حصلت على الارقام، المراه بتحتل تقريبا 52% من العمل يعني بقطاع التامين، بينما الرجل 48%. رقم ممتاز، يعني نسبه عاليه كثير منيحه. بس بعضهم بيخافوا شركات التأمين يوصفوا النساء بقسم الحوادث. أنا بيقولوا إنه بدي وظف نساء بقسم الحوادث، ويا ريت بلاقي دي كانديدا، هي دعاية على التلفزيون. لكن أنا بعتقد إنه امرأة مبتسمة وهيك لينة ممكن بابتسامتها يعني تمتص نص الزعل اللي بيكون، يعني بتعرف كل حادث في وراء زعل. اكيد، يعني شو ما كان عم يندفع ولا ما عم يندفع، لا لا لا، ان كان كسرت ضو او كان تعور حدا بالمستشفى في زعل، يعني اكسيدنت اسمه حادث، فبعتقد فيها تلطف الاجواء المرأة. ولكن في بعض الناس بيقولوا انه اذا كانوا النساء بقسم الحوادث قد ما بتنشغل، يعني بتشتغل على العاطفه بتغطي كل الحوادث وشركات التامين. لا اقول لك شيء، هلا في الاحترافيه، البروفيشناليزم بده هيدا على سبيل النكته بس هيك. إيه لا، بس انا هون هيدا فتح باب. وانا هي شغلي بضلني اولى بكون عم بحكي مع ناس، كل ملف هو ملف انساني، يعني لما واحد يحترق بيته جنى عمره، طب ملف في شق كبير انساني، لما واحد يتعور له ولد بحادث او يموت شلطيف او بي او خي او اخت او ينشل، او كل ملفات فيها شق انساني وعاطفي كثير كبير. والعكس انا بلاقي هيدا افانتاج انه يكون واحد قادر يحط حاله محل هالناس ليفكر فيها، بس بدك تعرف بمحل انك تجمع بين نقطتين، هيدي شركه تجاريه تعطي اصحاب الحقوق حقوقها، واللي ما لهم ما لهم، مبدا انه واحد ما فيه يغتنم ورا حادث صابه، والشق الانساني تاع الموضوع. هون بقى الدوزنه اللي بتوصلك لحال بيطلعوا الكل مبسوطين منه. ايه بس يعني هون نحن بلبنان مثل ما قلنا شوي عواطفنا اكثر من الخارج، يعني بالخارج لما يصير حادث، عم نحكي عن لبنان المتقدمه اكثر من لبنان، لما ينقال للزبون او للمؤمن انه انت مش مغطى لسبب واحد اثنين ثلاثه بيقتنع، لان بيشوفهم على الكونترا وبيكون قريهم، بينما هون بلبنان بيعتبر حاله لما اشترى بوليسه التامين انا خلص مأمن. يعني انا امنت هيدي السياره، شو ما صار معي بدك تغطيني. هيدي كثير صعبه، يعني شركات التامين كيف بدها تتعامل بهذا الموضوع؟ هيدي شوف، في شيء اسمه مسؤوليه الشركه، في شيء اسمه مسؤوليه المؤمن ذاته، يعني هل المؤمن عم يدفع اليوم والله بهيدي الشركه ارخص، انت شو شاري شروط؟ شو شاري شروط؟ ما انا كمان بقول لك هي الجاكيت ارخص من هي الجاكيت، بتقلي بس هيدي حرير، هيدي نايلون، هيدي، يعني نفس الفكره، هالسلعه اللي انت عم تشتريها شو منتج فيها؟ نعم. انت شو طالب؟ وفي يعني انا ما عم بقول لك عن التامين الالزامي للاضرار الجسديه ضد الغير، ناس اللي مثل ما هي بموجب قانون مرسوم اشتراعي حدد شروطها، ما فيها اخذ ورد، بس بالباقي بكل شيء بيتعلق بالضرر المادي، اذا عم تامن بيتك اللي هون كمان شغله منا كثير الناس يعني معودين على الفكره واعيين لها، يعني بيبقى واحد عنده سياره حقها 7 8 10 $40,000 $50,000 ريكي دي امنها خلص التامين، والبيت بيكون حاطط يمكن مصمت 15 سنه لاشترى حقه $200,000 و$300,000 و$400,000 ما بيعمل له تامين. المشكله هي بالثقافه التامينيه،
ومشكلة هي إنه بده واحد يتوجه يا أما عند شركة تأمين تفهموا شو عم يشتري، يا أما يتعامل مع بروكر والبروكر وجباته يفسر لزبون شو عم يشتري له، يقول له يعني أنا عم بشتري لك من شركة التأمين، هاي مغطية هاي ما مغطية، بدك هاي طلبها بنزيدها، طلب شرط زيادة مطلوب وعي يعني عند المواطن أكيد. سألوا يعني واحد يسأل، ما كل واحد بيفكر طب أنا معي تأمين، هيديك اليوم حدا عمل تأمين إلزامي، معك تأمين إذا عورت حدا على الطريق، ما معك تأمين إذا كسرت سيارة حدا، هيدا جسدي هيدا مادي، هيدا للأضرار الجسدية، هيدا للأضرار كتير بتصير أصلا، بيجي اتصالات كتير مزبوط. معهم أضرار جسدية حتى مأمنين، فواحد بده يعرف حاله شو عم يشتري. نعم، سؤال أخير قبل ما نتوقف مع فاصل، بما لأنه رح نطلع من موضوع المرأة أكيد. والتأمين، يمكن كان لو تحكينا عن الأعمار إنه ليه ما بيتوظف نساء متزوجات بقطاع التأمين، يمكن لأنه كمان أرباب العمل بحق لهم يخافوا من المرأة، يعني مثل ما عم نشوف الإحصاءات توصل ل 29 وبتفل، بيكون عمل فيها انفستمنت على تعلمت صارت خبيرة يعني بمجالها، وإذ فجأة بتترك الشركة فقط بس لأنه صار عندها بيت. إيه بس هلا إيه بس لما تقول انه هالنسبه اعلى شيء واصله هي بهالترانش هيدي اللي بين ال 25 وال 29 لا. يعني بعدهم هن عم يقبلوا يوصفوا، بس النساء اللي ما عم يرجعوا، بعتقد هيدي بين ال 29 وال 35 هو الوقت اللي بتغيب فيه المراه، بعدين ترجع او ما ترجع. هنا موضوع عندكم بالشركه نسبه الرجال اكثر ولا النساء؟ اذا نسبه بعتقد عنا مناصفه مناصفه، لكن كل اللي حابين اكيد يشتغلوا بقطاع التامين النساء يتوجهوا لعند حضرتك. لا صح طبعا. نحن انا من مشجعي عمل المراه، مراه اساس. نعم. المراه اللي بتشتغل بتساعد زوجها مش بس ماديا، على كل الصعد. نعم. مراه بتعرف قيمه الشغل، بتعرف قيمه التعب، بتعرف قيمه المصاري، بتعرف تدير الامور، ومراه بتعرف الحياه بتربي جيل احسن. انا من اللي بيشجعوا المراه ما توقف ولا نهار شغل، مش لأسباب مادية، مش للمدخول اللي عم بتطلعه، طبعا المدخول كتير مهم. نعم. لأنه هو يعني شو بيجيك مقابل هالمجهود اللي بتحطه، بس لأنه ما بيوقف واحد يتقدم طالما هو بالشغل. رح أكيد نطوي هيدي الصفحة وصفحة المشاكل ومشاكل قطاع التأمين يعني. ولكن بعد الفاصل. نرجع نتابع برنامج أمن حالك عبر شاشة تلفزيون لبنان، دائما بتقدروا تتابعوا الحلقات وإعادة الحلقات عبر صفحة تلفزيون لبنان وأيضا عبر اليوتيوب أمن حالك. وأكيد منتابع مع ضيفتنا السيدة سهى البساط، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مينز إنشورنس. رح ننتقل لمشاكل التأمين، طرحناها مع رجال التأمين، واليوم نعم. رح نطرحها مع امرأة بعالم التأمين. نعم. وأكيد موجودة حضرتك دائما باجتماعات الأكال وجمعية شركات الضمان بلبنان. قبل ما ننتقل للأكال، خلينا نعرف برأيك شو هي أكبر مشكلة عم بيواجهها قطاع التأمين برأيك الخاص؟ قطاع التأمين اليوم حقيقة في أكثر من شق. في أول شق بيتعلق بالقوانين. نعم. القوانين اللي بعتقد صار وقت انها تتحدث، يعني صار لازم يصير في شويه تعديلات. كشركات ماليه قطاع التامين لا يقل اهميه عن القطاع المصرفي، انما بعد ما اخذ كل الحيز اللي لازم ياخذه من الاهميه. شركات التامين بالدول المتقدمه يعني لها كلمتها تقولها باقتصاد البلاد. نعم. اليوم بعد ما وصلنا لهالتقل هيدا في عدة عوامل، وبعتقد أول وأهم شيء إنه تحديث القوانين على عدة صعد. الرقابة اللي بتنعمل من وزارة الاقتصاد رقابة جيدة جدا وعم بتتابع وتحفظ حقوق العالم المؤمنين. لازم يكون في يمكن برأيك هالتنسيق هيدا. نعم. عم يحفظ حقوق الناس، ومن هالناحية هيدي شغلة كتير منيحة. بس عم نحفظ حقوق الناس، بس حقوق الشركات مين بيحفظها؟ هلأ اللي بينقال مش عم بحكي بس بالتأمين عادة. نعم. إنه الشركة هي حافظة حقوقها، الشركات هي بتعرف أراء الناس. هلأ أنا بسمع أراء الناس وسمعت كل أراء الناس اللي أخذتوها بالبروغرام تاعكم. نعم. على طول الحلقات اللي مرقت وما كان شيء كتير يعني مفرح لما تسمع إيه شركة التأمين هو اللي ما بيدفعه هولي.
نصابين والهول كل شيء ما مغطى إلى آخره. قلت لك مثل ما حكينا قبل في مشكلة بثقافة التأمين يعني، وبدو ينعرف ليه واحد بأمن. التأمين هو للتعويض عن ضرر، تأمين ما لازم واحد يغتنم وراء مبدأ قانوني. هيدا ما بتقدر بعد حادث تصير أغنى مما كنت عليه قبل الحادث، اللي هي شغلة اليوم عم بتصير يعني. اليوم بيجي بيروح، أعطيك مثل في تركيب حوادث يعني، مش قصة تركيب حوادث لا، مثل لنحكي عن أحد الملفات طبعا بدون أسماء، وهيدا أحد الملفات اللي توفى فيه أحد الأشخاص. لنتفق أنه وفاة شخص عزيز ما بيعوضه ولا مبلغ بالعالم، يعني عاطفيا هيدا شيء ما بيعوضه. فالشق العاطفي مش شغلة شركة التأمين أنها تعوض فيه، لأنه ما بيتعوض. هلأ تعويضات من الآلام العاطفية معترف فيها عالميا وبتحكم فيها المحاكم، بس مش دور شركة التأمين مثل ما حضرتك ذكرت. لا بتحكم فيها المحاكم على شركة التأمين أنه لا فقدين لا لا لا، بس أنه هيدا كيف بتحط رقم عليه، بتخضع على استنسابية القاضي. إنما عادة مثلا متعود بتقول هيدا شخص اللي توفى هيدا رب عائلة، هيدا رب عائلة كما دخله هالقد سنه هالقد بعد قدامه هالقد سنين يشتغل بهالسنين، عنده شانس انه يزيد مدخوله هالقد، وبالتالي بدنا نعوض الخسارة اللي خسرتها هالعائلة من مدخول مادي بعدم وجود الشخص اللي بدخل عليها مصاري. بنحسبه بالشهر وبالسنة وبالعمر لسن التقاعد قدي، وبتوصل هون لمبلغ تعويض. نعم بس انه بس مين بيحدد هذا المبلغ؟ عم تقولي حضرتك القاضي وحسب يعني استنسبيته للقاضي، ولكن قبل مرات ما عم تروح كل الدعاوى او كل الحالات عند القاضي. لا مين عم يدفع؟ لما بندفع حبيا بدون ما نروح على القضاء، بتصير بالاتفاق بين شركه التامين وهالشخص المتضرر التعويض طبعا. نعم. يعني هي شغلات. بعدين بس يتوفى شخص، عندي حادث هلا قدام القضاء، شخصين كبار بالسن توفوا مش مزوجين ما عندهم أولاد، ما ححط تفاصيل أكتر. 12 شخص قايمين دعاوى ليقبضوا تعويضاتهم، ما هي منها جائزة إذا شخص توفى. نعم. يعني بتصير كتير. نعم exactly. مثل ما حضرتك كمان ذكرت القوانين كلها بدها تحديث. هلا أنا برأيي القانون ضروري جدا جدا، برأيي هيدا رأيي الشخصي. أنا حدا مارس المحاماه، كنت محامية شركة التأمين لفترة كتير طويلة، وهلأ أنا نعم. قلب شركة التأمين لازم يكون في قانون خاص بيتعلق بالفخاد على السيغانس اللي هو احتيال ومحاولات الاحتيال على شركة التأمين. لحتى مرات ما بيكون في احتيال، ولكن القوانين هي عم بتضر شركة التأمين. كمان أنا هلأ بدي أذكر لك حالي بما أنه حضرتك كمان محامية. قانون بيضر شركة التأمين؟ لا ايه مس قانون في القانون السير. أنت بتعرفي حضرتك أنه إذا حدا عم بيسوق دراجة نارية وضرب بالشخص، بكل الأحوال الحق عمين؟ مش بكل الأحوال الحق على الشخص، مش على الدراجة النارية، مش بكل الأحوال، بس بأكترية الأحوال بيكون الحق على اللي عم بيسوق السيارة. ودائما التقرير أو القاضي دائما بيكون، هلأ ما بدنا نعمم بس لأنه حسب الخبرة يعني وحسب اللي عم بيجوا الحالات، دائما الشركات عم تدفع الحادث بيتغطى أو ما بيتغطى. حتى إذا في وفاة بيكون الحق على الدراجة النارية 100%، بدك تغطي، بيكون هذا اللي عم بيسوق الدراجة النارية يعني ما عنده أموال كرمال نرجع يطالب أهله أنه تسترجع اللي دفعتي، مزبوط ولا لا؟ يعني هون عم بيصير قصص كثير. اليوم اللي بيصير بيعتبروا يعني بيعتبروا أنه شركة التأمين هي الشركة هي الطرف الأقوى اقتصاديا. نعم. احنا مشكلة الدراجات النارية بلبنان مشكلة كبيرة، حكي عم نحكي عن دراجات النارية صغيرة اللي بينطوا قدام السيارة. نعم. يعني بينتحروا قدام سيارتك متأمني. وبتقعد انت بالمخبر لا وبيلبكوا الشخص اللي عمل الحادث وبيغيروا اللي هي لا متويات قيمتها المادية كتير واطية. يعني ما فيك تجي تقول اليوم إذا واحد يعمل حادث معه كم يوم، طب الكم يوم حقه مبلغ عشرات ألوف الدولارات، النمرة العمومية اللي عليه حق عشرات ألوف الدولارات. هيدا بتعتبر أنت عم تعمل حادث مع شخص مليء بينحجز عليه، طب الموتو هيدي عم بتنشرها وتنباع بين 150 و 300 دولار، ما لها أرقام ما مسجلة، واللي عم بيسوقها اصلا تحت السن القانوني ومش حاطه الكاسك للحماية وبصار ضرر، طب مين بده يغطي؟ ما حدا بده يغطي، يعني في حدا بده يغطي. بيعتبروا هلا بنحكي ادراج جسديه، عم نحكي ادراج جسديه. المرحله الاولى طبعا في مرسوم صادر عن وزاره الاقتصاد بيقول على حسب عدد الاليات بتقسم المبالغ لتغطيه المستشفى،
ودائما القضاء بيعتبروا انه شركه التامين اللي هي فيها تكون امن السياره، يعني هلا اذا السياره ما مامنه هون بيوقفوا قدام امباس، شو بدنا نعمل؟ بس ما تكون السياره مامنه بيعتبروا انه الطرف الاقوى اقتصاديا هو شركه التامين، خليها تدفع. هلا الموضوع موضوع مسؤوليات، وهذا موضوع انا كنت حابه احكي فيه هون. في مسؤوليه، يعني اللي مات مش دائما معه حق، يعني في اللي مات يكون مات وموت غيره وتسبب، وطلع لنا احكام من المحاكم ظهروا شركات تامين وقالوا الضحيه سببت الضرر لنفسها، وهي شغله صايره معنا. يعني كم مره انت بتكون انت عم تسوق سيارتك بتلاقي حدا نط قدامك؟ طب في وقت ما فيك، يعني قد ما كنت انت علارت وماشي في شيء طبيعي بتصير، يعني وانا هذا الحدث اللي عم خبرك عنه هيك احد حوادث سايرين عنا. مرق فان عمومي طرق مرق، اوكي عمرها 78 سنه عم تقطع الاوتوستراد تحت جسر الموشي 78. اول شيء الاوتوستراد بدك تقطعه ركض، يعني انت عم خاطر. مش لازم نقطع الاوتوستراد، القانون السير كان يقول انه ما فيك تتجاوز الا بعد التاكد من خلو الطريق على بعد 250 متر. نعم. ليه 250 متر؟ لانه بيحسبوا سرعه السياره حسب الليميت دو فيتاس المحدده هوني، بتلحق انت تقطع، بس طبعا مش انت عم تكسر. طب حدا عمره 78 سنه ديجا ما بيقدر يمشي بالهمه اللي بيمشي فيها حدا اصغر، وتحت جسر المشاة اوكي بتحمل كتير مسؤوليه. بتوصل بيترقى فان بتطير بالهواء، بيهرب الفان بالطب تنزل على سياره. طب هالزلمه اللي عم بيسوق السياره له 10 سنين بالمحكمه. هذا اللي عم بقوله انا. طيب. من القوانين اللي دائما بتكون مرات ضد المواطن انه لانه طارت هي مش القانون، هي انه انت اليوم بتروح بتقيم دعوه ولا يبت. هلا طول الوقت حرام في ضغط بالمحاكم، انا ما بلوم، ما بقول القضاء بطيء او لا، في ضغط في كتير اشياء، يعني دعاوى بيعملوا اعداد جلسات هائله والى اخره، بس تاخذ وقت وبصير شخص رايح جاي على المحكمه، وهي شغله صعبه يعني لا يخلص منها. بس نعرف انه في مسؤوليه لما واحد بيموت بحادث سير لانه فات الفولان بضلوعه والضلع انكسر، سوري هي حاله مرقه معي انا، وفات بالقلب. طب ما هو ما حاطط سيت بيلت، يعني ما فيك تيجي تقول له تعوا قتلتوه، لا ما قتلني، هو ما حاطط سيت بيلت، ولو حاطط سيت بيلت لا فات الفولان ولا انكسر ضلوعه ولا مات. هلا يمكن كان مات بتخته، انا حدا قدري جدا، بس انه ما كان مات بالحادث هيك، ما انت بدك تقطع اوتوستراد. طب شو الحل لهو الحالات؟ يعني كيف؟ توعيه 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 توعيه، ما في غير حل، بدها توعيه، بدها انا برايي حملات توعيه بتنظمها شركه التامين، بتنظمها الوزارات المعنيه، وزاره الداخليه، ما بعرف مين تاني، بس هيدي بدها توعيه. قبل ما ندخل بريك، سوري، الشرب والسواقه يعني بعدهم كثير بيستهتروا بهالموضوع. بس ما المشكلة كمان، ما هو إذا صار الحادث عم نشوف كمان إذا في تقرير كان معنا هون المقدم مسلم عم نقول له أنه نحن كشركات تأمين مهلي اليوم رح أحكي بهذا الموضوع لأنه كمان كتير مهم، بيتغيروا التقارير لمصلحة اللي عامل الحادث، يلا بكرة بيغطوا بيكون شربين خمر ما بيعملوا له التست. طب ما هودي كلهم كمان آخر شيء بتطلع بسويد الوجه مين؟ شركة التأمين. يعني هيك بشكل كتير سريع، شو هو الحل قبل ما نفوت بريك كمان لنتابع معك بخصوص الأشكال؟ أنا عندي رأي خاص فيه. نعم. أنا بقول الخبرة اللي بتطلع على الحوادث، يعني خبرتها بدومين الحوادث ما فيها تكون كافية، لازم يكون في دورات تدريبية لهالخبرة. الخبرة لازم أي طبعا أي لازم يكون في دورات تدريبية، لازم فحوصات تنعمل سيستماتيك، يعني صار حادث دغري ينعمل اول شيء تست الالكول شو ما كان، وبينبعت على مختبرات معينه. بس هو هون ما بحق له الخبير، بده يطلب من الدرك يعمل له تست الالكول. نعم. يعني تتعدل بشكل هذا بده ينعمل دغري، يعني ما لازم شغله تتاجل، مثل ما انا مثلا ببلاد برا بيتوفى شخص بتشرح ديركت بيتحدد سبب وفاته. نعم. لازم هاي الاشياء تنعمل، وبعدين بنشوف نحن وقت كثير تقارير اطباء شرعيين تبقى ممتازه وصف الحاله، يعني بدقه شخص توفى، ما بس بده مين يقدر يعرف يظهر منها النتيجه. نعم. يعني هيدي يعني الحالة صعبة. لا لا لا. نعم. بتنحل. إن شاء الله يعني قريبا نحن أكيد رح نتابع معكم برنامج أمن حالك بعد ما نتوقف مع فاصل تاني.
بنتابع اكيد مشاهدينا برنامج امن حالك، دائما بتتواصلوا معنا اكيد على طرق التواصل اللي عم تمرقوا باسفل الشاشه، ونحن دائما مثل ما بنذكركم جاهزين لمساعدتكم وندلكم على الطريق المضبوط. اليوم زميلتنا كريستين غيبه بداعي السفر، فاذا اسئله واجوبه اجوبتكم بناجلها للاسبوع اللي جاي، واكيد بنستفيد من وجودك معنا سيده سهى البساط. ولنحكي بهيك بشكل كثير سريع، حضرتك مرشحه لانتخابات الاكال جمعيه شركات الضمان بلبنان، خبرتنا مثل ما بيقولوا العصفوره. فحابين نعرف كيف يعني من زمان ما شفنا عنصر النساء عم بيخوض الانتخابات، يعني زمان ما شفناهم، قولي لنا مين شجعك على هذا الموضوع؟ حقيقة هي مش تشجيع، هي الفكرة كلها أنا ما كانت خاطرة عندي بصراحة، لحد ما إجاني اتصال من مسؤولي ناس مشكور اللي بيقول لي نحن مصرين يكون معنا عنصر نسائي وحابين انه انت تكوني. نعم. وانا قدرت كثير تليفونه لانه وصل بنهار مميز جدا اللي هو 8 اذار نهار المراه العالمي، وقال لي بمناسبه هالنهار انا حابب انك تترشحي وتكوني معنا. وهو شخص جدا محبب وناجح وان شاء الله نصير قده، وعزيز على قلبي وشجعني بعد يعني طموحه للبروجرام اللي حاطه. اللي هي عمل جدا فعالي. الأكال عملت كتير شغل بالسنين اللي مرقت، بس الشغل ما بيخلص يعني. وأنا بعتقد كل ما تغيرت الوجوه والطريقة الأبراش يعني على المشكلة، كل ما ضخينا دم جديد، مشان هيك بيصير في تداول بكل المحلات يعني، كل ما بنقدر نحقق أكتر. دونك ان شاء الله يمشي الحال نتوفق فيها هالانتخابات. يعني نحن نتمنى لك التوفيق. اول شيء اكيد كمان بنوجه تحيه للاستاذ إلينا سناس لانه شجع البروجرام وكان من اول الضيوف اللي ظهروا معنا بالبرنامج. لكن هيك بعد لانه حكينا بس عن القوانين بخصوص المشاكل، اذا بنستعرضهم بعد بشكل سريع، المشاكل اهم المشاكل اللي قلنا برأي مرأة عم بتدير شركه تامين بلبنان. شوف انا ما بدي احكي عن المشاكل اللي بتتعلق بالشركات كشركات وبين بعضها والى اخره. انا بدي احكي مع الناس. انا بدي اقول لهم بس تشتروا، انتم ما عم تشتروا ورقه، انتم عم تشتروا شروط. اسالوا واجبات البروكر يجاوبكم اللي عم تشتروا منه. اذا البروكر ما جاوب، بوليستكم طالعه من شركه عليها رقم تليفون، تلفنوا على هالرقم. انتو فيكن تتلفنوا على الشركة لأنكن زبونات الشركة، ما فيها تتجاوز البروكر وتحكيكن ديريكت. استفسروا انتو شو اشتريتوا، بتقول انا عندي هالبوليسة هيك هيك، وفي عطول انا اكيد بكل الشركات حدا جاهز يجاوبن، لانه واحد بس يروح ليشتري بيكون بباله عم يشتري شيء معين. نعم. بيتفاجئ بعدين انه لا، بتصير القصه هالشركات الزعران ما بيدفعوا مبلغ. يعني برايك البروكر مرات عم بيلعب دور؟ لا هلا او ما بدنا نقول اللي عم بيقدم لا التقديم. لا بالعكس التقديم. انا قلت سالوا البروكر يعني. نعم. انا هيدا اللي قلته. لا لا بس واذا انتم لا لا نحن لانه هيدا الموضوع انطرح بالبرنامج كذا مره، دائما الزبونات او المؤمنين عم بينوعدوا باشياء ما عم بيقروها، وبذات الوقت بيرجعوا بينصدموا لما يصير الحادث. شوف بكل العقود التأمين الكبيرة ليش في طلب بتعبي بتكون. نعم. عم تعمل انت بوليس التأمين، المشكلة مرات المؤمن ما عم بيعبي للطلب. لا ما هي لازم يعبيها، لازم يعبيها، لازم يوقع عليها حتى ياخد اكزاكتومو. يعني مثل حتى عم نعطيك منيو عم نقول لك نقي منه هاي الكلوز وهي الكلوز وهي الكلوز وهي الكلوز، يصروا انه هن يعبوها ويقولوا هيدا البلا هيك اللي نحن طلبنا نعمله، حطينا الانجريديان كلهم اللي بدنا اياهم، قد ايه بده يطلع حقه. بيعرف حاله الواحد، مش اي واحد حامل ورقه يعني مأمن على كل شيء. طبيعي يعني هون اكيد مثل ما عرفنا، يعني اكيد نحن هدف البرنامج هو التوعيه، ودائما عم نقول لهم للمشاهدين يقروا، حتى لو ما سالوا على القليل يقروا شو اشتروا يعني بالنهايه. يعني اللي عم يقرا وما عم يفهم، اذا الجمل كومبليكي اخر شيء او اكيد يرجع للشركه. نعم. منهم إذا عم نحكي سيارات، يعني سيارات عندك يا تأمين ضد الغير على الأضرار المادية يا على الأضرار الجسدية، يا أما بالمادي بتاخد اللي بيسموه الريسك
اوكي ضد جميع الاخضر. نعم. ضد جميع الاخضر كل شركات عندها بلان A B C D، يعني ما في فيكم واحد منهم بيفسروا لك كيف تعرف حالك شو. بس يعني اللي بعده بخوف انه بعد بيجي اتصالات على شركات التامين بتكوني مشتريه تامين ضد الغير، بيقول لك انا بدي عملت اكسيدون بدي اصلح سيارتي. ما كمان هيدا صار انه نحن صرنا بال2015 ببلد نحن بنعتبر حالنا كثير متقدمين وشايفين حالنا، فصار يعني من المعيب انه صار هاي الاسئله تضل موجوده كمان لدى المؤمن. عشان هيك التوعيه كثير ضروريه. اوكي واحد يستفسر في ارقام تلفن وسأل انا طلبت تامين هيك شو. هلا اذا هو بيجي على الشركه بيسال عن كل شيء وبياخذها. هلا في البروكرز، البروكرز بيعملوا شغلهم، بس نحن انا وياك بنعرف انه ما كله بروكرز، في عندنا كثير بياعين تامين، بياع التامين اصلا مش عارف حاله شو عم بيبيع، بيجي بيقول لك اعطيني الارخص لياخذها تنبيع معه. دونك هون يعني هون كمان لازم يكون في وعي عند الشركات ما تسلم بواليس لهو الاشخاص اللي يعني ما فينا دائما نلوم المواطن. انا برايي لازم تكون موضوع يعني بموضوع البروكرز لازم كمان يصير في شويه تعديل بالقوانين، خصوصا بالنسبه لترخيص البروكرز بيكون لهم مرجعيه كلهم. يعني مين انا برايي مين ما قال اليوم انا ببيع تامين هو فعليا ببيع تامين، هيدا رايي خاص، لازم ينعمل طريقة يترخص له يكون له مرجعية بالوزارة، حتى إذا انضرت شركة من وراء في مرجعية له، إذا انضر شخص من وراء في مرجعية له. يعني الخلاصة مثل العادة ببرنامج أمن حالك، الحق على ثلاثة، على الدولة ما عم تعمل رقابة لأنه نعرف في كتير تكاكين فيها تسكرها عم تبيع انشورنس، ما عم بحكي عن شركات، عم بحكي مثل ما حضرتك قلتي في ناس كتير عم بيعرضوا الانشورنس. هلا اللي عم يعمل دور الرقابة بشوف على طول في صلاحيات. نعم. يعني أنت عندك صلاحية تغرم، ما عندك صلاحيه تسكر، يعني بدك تروح نحو القضاء لتاخذ قرار. لا يعني السلطات كل واحد بايده شيء. القوانين بدها تحديث اكيد، هذا الشق الاول. يعني هذا دور الدوله هون، يعني فينا نقول دور المواطن يكون واعي مثل ما حضرتك ذكرتي، والشركات كمان لازم تلعب دور كثير مهم. الشق الاهم انا بقول للعالم كله حقوقكم محفوظه، الدولة أمنت لكم على مصرياتكم، بس واحد منكم ما يقدر بحل حبي ياخد تعويض عن حادثه بيقدر يروح نحو القضاء سواء بالوزارة. وقبل القضاء في مكتب الشكاوى، ايه في كذا، سواء بالوزارة قضاء مجلس ضمان التحكيم أو بالقضاء العادي شو ما كان الرقم اللي بينحكم لكم، المصاري موجودة عند الوزارة، ما تجوا عند الشركة تاخدوها، بس قبل كل شيء أنتوا عرفوا حالكم شو عم تشتروا. يعني احنا بنتشكر وجودك معنا ببرنامج أمن حالك. انا بتشكر استضافتكم الي، وبشجعكم تكفوا بعد بركي يمكن شي مره تستقبل شي حدا عندك ونصير نحن نتلفن نعطيك راينا، ليش لا؟ بركي بالمستقبل اكيد بعد ما شفنا، يعني نحن حطينا له عمر كثير قصير للبرنامج وطول، واكيد في الكثير من المواضيع يعني لنناقشها، نظرا لانه كثير عم بيهتموا المشاهدين. يعني هذا لازم ننوه كمان انه المشاهد اللبناني كان بحاجه لهيك برنامج. طبعا طبعا، يعني هي عم تقدم له شيء خدمه هيدي، يعني ما ما كانت استشارات مجانيه. شكرا شكرا لوجودك معنا. شكراً اكيد السيده سهى البساط رئيس مجلس اداره ومدير عام ميز انشورنس، نتشكر وجودك. اكيد نحن الاسبوع اللي جاي رح نلتقي بحلقه جديده من برنامج امن حالك، الى اللقاء.